بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد النهارده. هنعمل المخلل بتاع الليفت. انا قطعت شويه منه اهون، وسبت لكم برده كام واحده انا منضفاه وغسلاه اهون، يعني شايله بقى الحاجات اللي بتبقى هنا كده ومنضفاه اهون. وفي العنق دي كده، على فكره العنق دي لما بتتخلل بتبقى جميله قوي. قطعته كده، هقطعه برضو معاكو. هقطعه بقى معاكو. همسك كده اهو، هبدأ بعمل صوابع. وقطع التانية، نحاول بقى نعملها طبقات كده صوابع اهي. بصي هقولك حاجة، التقطيعة دي بتاعتك انتي، يعني انتي تقطعيها زي ما انتي عايزة. يعني السر بقى مش في التقطيعة، يعني كل واحد بيقطع زي ما هو عاوز، دي حرية شخصية. بس انا بعرفك بس هو بيتعمل ازاي اهو اهو. طبعا احنا عارفين ان المخلل بتاع اللفت ده من اجمل المخللات، بس سريع. يعني مثلا انا بعمله بيقعد يوم او اتنين واكل منه، ما بحبوش بقى. يعني ايه يقعد فترة طويلة؟ ما بيقعد فترة طويلة بيغير طعمه. طبعا هو من المخللات السريعة جدا اللي بتعمليها وممكن تاكلها تاني يوم على طول، لان انا بحط لها مكون بيخليها بتستوي بسرعة جدا. كده خلاص عملت الكمية كلها. كده يا حبايبي خلاص اهي الكمية اهي كلها اتعملت. انا قطعتها على فكرة، والله العنق دي بتبقى جميلة جدا لما بتتخلل. هي مش كمية كبيرة يعني، بس بتبقى جميلة. جربوها مش هتندموا. عندي بقى التكاية كده، انا مش بخلله على طول، انا بجيب شوية ملح وارشه عليه. مثلا انا دلوقتي بالليل قبل ما انام قطعته هو، هرش عليه شوية ملح واسيبه لغاية بكرة الصبح. اللفت في قلبه مية حامية شوية كده، الملح بينزل المية الحامية دي وبنرميها، وبعد كده بتلاقيه دبل بقى كده معانا وجميل ونزل ميته. بعد كده بقى بنقوم مدخلينه حاطينه في البطرمان او الحاجه اللي احنا هنخلل فيها، وبعدين بقى نحط له الميه بتاعته النظيفه. بيبقى كده بقى نزل الميه الحاميه بتاعته ورمناها، فبيبقى مسكر جدا وجميل جميل جميل فوق ما تتخيلي. هبدأ بقى اهو اجيب هنا الملح اهو، شويه ملح وارش كده. اهو وقلب كده اهو. وطبعا انا حطاه في المصفى البلاستيك دي، وهحطه على الرخامة بتاعة الحوض. يعني هحطه كده على الرخامة بتاع الحوض جنب الحوض. طبعا كل اي مية هتنزل منه هتقوم الصبح هتلاقيه قليل جدا، يعني نازل عن كده دبلان شوية. نزل كل ميته وبعدين نبدأ بقى نخليه مع بعض. فهي كده المرحلة الأولانية بتاعة الليفت. خلاص بقى هنسيبه للصبح وارجع لكم تاني ان شاء الله بإذن الله، واحنا بنعبيه بقى في البطرمان ونخليه ان شاء الله. اهو يا حبايبي خلاص نزل كل ميته، شوفوا شوفوا دبل خالص، ما عادش فيه ميه. يعني شوفوا دبلان خالص ازاي. يعني الكميه اللي انا كنت عاملاها ما كانتش تدخل جوه البطرمان ده كله، بس لما دبل ونزل ميته كلها في قلب المصفى
خلاص نزل ميته بقى. لكن هو لما كنا بنحطه من غير ميه بيبقى كميه كبيره، وبعد ما نحط عليه الملح والميه بتوعه بيهبط تاني. فاحنا عملنا الخطوه دي الاول فريحتنا بقى. فهنبدا بقى دلوقتي ادي حله فيها ميه، هي هنبدا بقى ادي الميه، هحط بقى معاها ادي واحد اتنين تلاتة، 3 معالق كبار، وندوبهم بقى كويس. معانا بقى مكون تاني هو اللي بيخلي اللفت تحفة، بعد ما دوبت الملح معايا ده اللي هو البنجر، وفي بلاد بتقول عليه الشمندر. فانا دلوقتي هون انا دلوقتي مفرزاه، كنت ضربته اديته نص سلقه كده وضربته في الخلاط، وبعدين حطيته في اكياس في قلب الفريزر علشان مثلا بيبقى ساعات مش موجود في السوق، فانا ببقى عاوزه بتحطي منه برضو معلقه كده على الصلصه. ممكن تاني برضو بنحطه مثلا على عصير البرتقال، بحط شويه كده بيبقى مفيد جدا جدا. يعني فوائد البنجر دي لا يعلى عليها، بس احنا بنحبه مع اللفت عشان بيديله لون، فانا هحطه كده. اللي عنده بقى الفريش بياخد من الواحده كده يقطع شريحتين ثلاثه، وبعدين يقوم جاي حاططهم مع اللفت وصابب عليهم الميه بالملح اهو. هدوب بقى كويس. ومعايا مكون تاني اللي هو الخل الابيض. الخل الابيض الاول هحطه هنا كده، انا مش هحطه على الميه الملح كلها علشان لو فاض منها ما يبقاش ان انا بوظت الخل. وابدأ بقى ان انا احط الميه بالملح، البنجر ده بيدي لللفت لون تحفة تحفة كده. وطبعا بيبقى طعم اللفت البيتي ده احلى من اللفت بتاع بره بمراحل، ونظافة بقى ما بتبقيش عارفة هو اللي جاي من بره ده بيبقى نظيف ولا عامل ايه. طبعا بيبقى مركون، والمخللات بالذات بتبقى مش مضمونة من بره. لو حسيت ان اللون بتاعها مش كويس قوي او خفيف هحط لها قطعة بنجر كمان. يعني ده حاجة في ايديكي انت اللي بتعملي اللون، بس طبعا مش هنعرف دلوقتي الا لما يقعد بقى شوية، فما بيديش اللون في ساعتها اهون. خلاص زودت شوية المية، شايفين لونه تحفة ازاي، والله جميل جميل جميل. الخل بيديله مزازة كده جميلة قوي زي بتاع برا، والملح والبنجر بيديله لون. هبدأ بقى انا بحب اعمل الخطوة دي على يبقى بقى ان شاء الله نقوم حاطين دي كده. بحب اعمل الخطوة دي عشان الهواء ما يدخلوش، مع انه هو هيقعد يوم واحد وممكن ناكل منه، بس انا بعمله زي اي مخلل اليوم ده برضو، ما بدخلوش هواء اهو ما شاء الله عليه اهو. احلى مخلل ممكن ناكله لفت في البيت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك والاشتراك في الفيديو وتفعيل الجرس، والاشتراك دايما كده يعني ايه معاه الجرس، علشان الجرس ده اللي بيوصل لك كل جديد انا بعمله. لازم لازم تفعيل الجرس الكل علشان يوصلك كل جديد انا بعمله. ما تنسونيش بقى في اللايك يا جماعة معلش. يلا مع السلامة، باي.